إدارة الجمارك وضعت حيز تنفيذ عدة مزايا وتسهيلات لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ولقد كانت لنا الفرصة لتقديم عرض حول جميع هذه التسهيلات، بحيث صنفت إدارة الجمارك ثلاث أنواع من التسهيلات لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، من بينهم التسهيلات التي تخص الإجراءات الجمركية، التسهيلات التي تخص الأنظمة الجمركية، والتسهيلات التي تخص الرقابة الجمركية. نظمت اليوم الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة يوم تحسيسي ويوم إعلامي حول آخر تسهيلات المقدمة من طرف الجمارك لتسهيل لإعطائها للمتعاملين التجاريين ولتسهيل يعني تصدير وإنعاش الاقتصاد الوطني. شوف حقيقة احنا في الغرفة يعني لاحظنا ان هناك تسهيلات اكثر منها ادارية يعني وتحسيسية ولتحسيس يعني ولاشراك المتعامل التجاري، ونقولوا له باللي اليوم لازم نخرجوا من السوق الوطني ونروحوا الاسواق الدولية، ويعني هذا يعتبر من بين دور غرفة التجارة والصناعة، لان نقولوا للمتعامل اليوم هناك يعني عدة بلدان اللي يقدر يسوق فيها المنتوج تاعو، والحمد لله لاحظنا ان الجمارك يعني واكب هذا آخر المستجدات هذه.